في آية في أفاسوس 2 بتقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله عطية يعني هبة وهبة لحد ما يستحقهاش عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد على فكرة الخلاص مش هينفع واحد يقول انا بنيت مستشفى فانا كده هو انا ضمنت الدنيا يعني انا بنيت ساعدت ناس فقراء ولا بنيت مدرسه يبقى انا خلاص ادخل الجنه بفلوسي مفيش حاجه اسمها كده لا معناته هاي بتكون ديانه للاغنياء يعني اللي اللي بيقدر يصوم مثلا لانه الصوم فيه كمان يعني حسنات تحسب اكثر طبعا. وكمان الحج يعني بيمحي كل آه كل شيء ف انت ذكرتي ولاحظت تقول من يعني استطاع سبيله طب واللي بيقدرش يعني خلاص خسرها ما هو اللي بيستطيع سبيله بيروح يمحي كل خطاياه واثامه اللي ما بيستطيعش بقى الله بيتعامل مع الفرد يعني الله مش مش مخادع ولا ماكر تا احنا بنخدع ولا نمكره كمان ونقول له ها شايف انا رحت ولا ما رحتش ولا جيت ولا ما جيتش هو الفكره كلها ان طريقه شخصيه الله في الاسلام مختلفه عن شخصيه الله في المسيحيه فكر الله في الاسلام مختلف عن فكر الله في المسيحيه مم. فبالتالي الاله اللي بيعبدوه المسلمين ادى لهم طريق يعبدوا بيهم بيه اللي هو أعمل, اعمل 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 علشان تلم حسنات احنا المس... الله جاء لينا لان هو نظر الى ضعفنا وعدم قدرتنا فبالتالي هو اللي قدم لينا مش احنا اللي بنقدم له هو اللي قدم لينا الفداء هو مم. اللي قدم لينا الخلاص مش انا بعمل عشان اخلص لكن الله هو اللي قدم لي الخلاص فانا نتيجه هذا الخلاص بعمل بقى بعيش في جده مم. الحياه بعيش في حياه جديده أفسوس. بالنعمة أنتم مخلصون بعدين بكمل على طول في أي عشرة إصحاح اثنين لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها يعني بالحقيقة أن الخلاص هي نعمة إلهية ومع هذه النعمة أنا بصير بحب بدي أرض الله بحب أن أعمل الأعمال الحسنة